موجز سادسة كنقدمه لكم من شوف تيفي. أهلا بكم. دعا فاعلون وسياسيون بالأقاليم الجنوبية مساء أمس بالعيون إلى تفعيل سريع لمخطط الحكم الذاتي اللي اقترحه المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء. فخلال لقاء جمع ممثلي المنابر الإعلامية الوطنية الرئيسية ببرلمانيين وشيوخ وأعيان صحراويين، أجمع هؤلاء على الإشادة بالنصر الدبلوماسي الكبير للمملكة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة للصحراء. قال عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة اليوم بسخيرات إن العدالة الجبائية تشكل رافعة أساسية للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالمغرب، مضيفا في كلمة لي خلال افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للإصلاح الجبائي أن الإصلاح الضريبي يشكل أحد عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمملكة. في أخبار حوادث سير، لقي شخص مصرعه على الفور في حادثة سير وقعت أمس بجرسيف. وأوضح مصدر من السلطات المحلية أن الحادثة اللي وقعت على مستوى الطريق الوطني رقم 6 بالقرب من منطقة تدارت نجمت عن عدم تحكم سائق في السيارة خلال انعطافها في منعرج خطير ما أدى إلى انحراف السيارة عن الطريق. منعت سلطات الأوغندية حفل موسيقي بسبب أغنية ذات مدلول سياسي كتضمن كلمات كتسخر من زعماء إفريقيين من بينهم العقيد الليبي معمر القذافي. وأوقف المسؤول الحفل الموسيقى اللي كان من المقرر أن تحييها المطربة ماجي كايما بسبب مزاعم بأن إحدى أغانيها كتحتوي على تلميحات سياسية كبيرة. في الخبر الرياضي، بدات كتظهر بوادر هبوط النادي المكنسي الى القسم الثاني بعد ان اصبحت الفوضى هي العنوان الابرز لتدريبات النادي المكنسي، وتغيب لاعبين عن تدريب الفريق احتجاجا على تماطل المسؤولين في صرف مستحقاتهم الماليه. وعرفت الحصه التدريبيه يوم امس حضور 7 لاعبين فقط للتدريب، وغاب الانضباط عن النادي المكنسي في وقت يسجل فيه نتائج سلبيه وكيسير بثبات نحو الهبوط للقسم الثاني. بالخبر الرياضي كنختموا معكم موجز، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.